بسم الله الرحمن الرحيم. البيان الختامي لاجتماع عمداء وممثلي البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الغربية والوسطى بمدينة مصراتة تحت شعار الكهرباء أزمة سبل العلاج. تم بفضل الله تعالى اليوم اجتماع عمداء وممثلي البلديات ورؤساء المجالس التسييرية بالمنطقة الغربية والوسطى بمدينة مصراتة، وأكد المجتمعون على حث السلطات المعنية على ضرورة حل مشكلة أزمة انقطاع التيار الكهربائي على مدن ليبيا مما أثر سلبا في شتى مناحي الحياة. ومن هذا المنطلق خلص المجتمعون إلى النقاط الآتية: أولا، طلب اجتماع طارئ ومشترك يضم عمداء وممثلي البلديات ورؤساء المجالس التسييرية وكل من السيد معالي رئيس المجلس الرئاسي بحكومة رفاق الوطن، السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد وزير الداخلية المفوض، السيد وزير التخطيط المفوض، السيد وزير المالية المفوض، السيد رئيس ديوان المحاسبة، والسيد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء. ثانيا، اختيار مندوبي عن بلديات المجتمع لإتمام ما أشير إليه في الفترة الأولى، وفي حالة عدم الاستجابة فإن ردود أفعالنا ستكون بقدر معاناة المواطن إن لم تكن أشد. عاشت ليبيا حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدر في مصراتة بتاريخ اليوم السبت الموافق 10/10/2020. بارك الله فيكم على حضوركم إخواننا.